ورجعنا لحضراتكم للفقرة الطبية، ودلوقتي طبعا هنتكلم عن أي دايت ناجح بيكون ليه دايما عدة عوامل هي اللي بتساعد أكيد في نجاحه، والعوامل دي مش دايما ثابتة، أكيد بتتغير من حالة لحالة، لكن برضو أكيد في ثوابت بيبقى الكل متفق عليها إن الحاجة دي هي سبب أساسي ورئيسي لنجاح أي نظام دايت، بمعنى أصح هي العمود الفقري اللي بيقوم عليه أي نظام غذائي. النهاردة معانا دكتور مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما. منوراني ومشرفاني يا دكتور. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. هيك عاملة احنا النهاردة عاملين ماتشنج مع بعض جامد. بس صح؟ يعني ما شاء الله عليك يعني حبيبة قلبي يا دكتور، تسلمي كلك ذوق. طبعا احنا اتكلمنا يعني في بدايتنا عن أول فقرة إن احنا اتكلمنا عن ايه هي شركة أون تارجت فارما، واتكلمنا إن هي بتقدم برودكتس كتير آمنة ومرخصة وحاجات بتساعد، عشان انتوا عايزين بالمعنى الأصح يبقى في ثقافة وثقافة للتغذية في حياتنا عموما. بالظبط. صح كده؟ أكيد. طيب احنا النهاردة طبعا جايلنا أسئلة ليكي، لكن قبل ما هنسأل أسئلتنا عايزينك الأول تكلمينا عن البرودكت بتاع الأناسيليوم، وعايزين نتكلم بالأخص بالنسبة للأطفال. احنا اتكلمنا عنه لجميع الأعمار، لكن خلينا نبدأ بقى حديثنا عن الأطفال اللي حبايبي بيعانوا من السمنة. امتى يقدروا يعني يتعاملوا مع البرودكت ده؟ من عمر كام؟ ونتعامل معاه ازاي؟ وبرضه قولي لنا مكوناته. تمام. احنا الاول بس عايزه اوضح لحضرتك معلومه. ان كورس يعني هو الاناسيليوم مش برودكت لوحده، كورس. أوكي. كورس متكامل كذا حاجه. أيوة. كل حاله على حسب هي مثلا في نقص فيتامين، يعني كل حاجه وحسب الكورس اللي انا هرشحه لها. في امراض مزمنه، في مثلا حد عنده نقص شديد، انيميا، نقص فيتامين دي، فيتامين سي. فكل حاله عندنا ليها الكورس اللي احنا بنرشحه لها. طبعا كويس جدا. من الحالات اللي عندنا اللي احنا بصراحه كفريق طبي كامل في شركة أون تارجت فارما بنتضايق لما نلاقي مثلا أطفال عندهم سمنة. بنزعل من ثقافة الأهل، لأن دي بتبقى مثلا الطفل لما يبقى مثلا هو لسه مش مدرك إن النشويات بتتخن، الحلويات بتتخن، مش عارف إيه اللي يضر، ما عندوش ثقافة الأكل الصحي. أيوة. أو إن احنا ننوع في الوجبة بتاعتنا عشان أبني جسمي بقى، سواء عضلات، كالسيوم لعظمي، الفيتامينز كتير أنا محتاجاها. فاحنا فعلا بنزعل وبنتضايق لما نلاقي أطفال، وده كان هدفنا وإحنا نعمل البرودكتس بتاعتنا ان هي تكون امنه لكل المراحل العمريه وبالاخص الاطفال. كويس. فانه طبعا حاجه طبيعيه عباره عن اناسيليوم، الياف طبيعيه. ما فيهاش اي كيميكلز خالص، انه طفل يقدر ياخدها من 3 سنين. ان في اطفال صغيره بتعاني من السمنه، فدي حاجه ده كان هدف اساسي عندنا ان احنا ندخل لكل الاعمار، زي ما قلت لحضرتك الاطفال الكبار، الناس الكبيره في السن اللي ما بتقدرش تتحرك. أيوة. فعندنا الأناسيليوم عبارة عن ألياف طبيعية. في عندنا مثلا مادة اسمها الجورسينيا كامبوديا، دي عشبة طبيعية. كل اللي هي بتعمله ان هي بتقلل شراهة الأكل، ان انا في ناس بتحب الحلويات جدا، بتحب. أيوة. النشويات جدا، أكتر للسكريات. يعني في صحيح. ناس اصلا اليوم بتاعها عبارة عن مثلا مكرونة وبانيه مثلا، او يعني نشويات. النشويات دي مهمة. المكرونة اساسي معاه، او الرز او العيش. فالمادة ديت بتقلل الشراهة دي، ما بتخليهوش عايز يروح الحاجات اللي هي النشويات او الحلويات. كويس. عندنا برضو الناس اللي بتحب الحلويات جدا. عندنا سكر الساسل. دوت في ماده اسمها سكرولوز، هي ماده مصرحه وابروفد من الاف دي اي وزاره الصحه. وان هي برضو امنه لمرضى السكر، لان هي ما بترفعليش نسبه السكر في الدم، بالعكس. هي بتظبط نسبه السكر وما بتخليهوش ان هو يترفع بنسبه كبيره، تقريبا ملوش تاثير اصلا يعني في الدم بشكل اصلا سلبي. وملوش سعرات حراريه، دي برضو احسن حاجه ان هو زيرو كالوري. ما بيتغير. اقدر استخدمه بقى في يعني انا دلوقتي عايزه اخبز شويه، ممكن استخدمه في السخن؟ اكيد. ده احنا اصلا يعني كان برضو ده هدفنا، انه الحاجه سخنه حاجه ساقعه يتعمل بيه، يبقى حاجه اساسيه عندي. طب ده هي ان احنا نحاول نستخدم البدائل الصحيه، مش كل انواع سكر الدايت تستخدم على السخن او تقدر نخبز، بتتغير طعمها او يعني في حاجات مواد بتتحول لمواد مسرطنه مع الحراره او الكلام ده. فدي حاجه احنا طبعا كنا واخدين بالنا جدا برضو واحنا بنعمل يعني تركيبة المنتجات بتاعتنا. عندنا برضو مثلا شاي المورينجا،
طبعا عشبة المورينجا دي يعني ناس كتير اكيد سمعت عنها ان حاجة بنسمعها على طول. ديت تعتبر ان هي عشبة المورينجا دي فيها حاجة تميزها عن باقي الاعشاب. في طبعا كل الاعشاب الطبيعية حلوة وبتساعد على الحرق وبتشبعنا، بس احنا ليه اخترنا المورينجا بالذات؟ أيوة. المورينجا فيها 64 تقريبا مضاد اكسدة، ما شاء الله، ودي تقريبا احنا محتاجين، جسمنا بيحتاج يوميا تقريبا بالظبط محتاج مضادات الاكسدة. وكمان فيها مادة معينة مش موجودة في أي نبتة تانية، يعني سبحان الله موجودة في المورينجا بس، اسمها مادة الزياتن. الزياتن دي بنسميها إكسير الحياة بتاع النبات، فاحنا خدنا الإكسير الحياة ده وعايزين نديه للناس بقى، عشان بتعمل حاجات كتير، بتظبط الهرمونات، بتروق المزاج، بتحسن النشاط، الذهن، تدي الطاقه، لان الناس في الدايت بتحس مثلا ان هي همدانه، ما عندهاش طاقه، خمول وتعب احيانا. بالظبط. بتنشط، بتزود المناعه، طبعا بتحرق الدهون الثلاثيه اللي هي اخطر انواع الدهون اللي ممكن تبقى موجوده عندي. بترفع معدل الحرق. فالمورينجا يعني لو اتكلمنا، انا لازم اجرب المورينجا دي يا دكتور، هي هايله جدا. وعلى فكره فيها برضو تعتبر فيها مضاد للشيخوخه، بتشد بشرتنا، بتنعم الجلد، فدي حاجه احنا بنحبها. ودي مشروب بناخدها، مشروب زي الشاي باكت، زي تي باكت كده، بنحطها ونشربها عادي. ودي ممكن مسموح لنا كم مره في اليوم؟ يعني هي مثلا مرتين. وهي على فكره وامنه جدا لمرضى السكر، بالعكس احنا بننصح مرضى السكر ان هم يشربوا مورينجا، لان المورينجا بتقلل مستوى السكر في الدم. فهي مستحبة جدا لمرضى السكر، يعني ما فيهاش أي خطورة. مستحبة طبعا للناس اللي عندها سمنة، الناس اللي عندها اكتئاب أصلا أو حالتها المزاجية متقلبة. وعندنا برضو القهوة الجرين كوفي، ليها طعم الموكا مثلا والبندق. يا نهار ابيض بندق، يا نهار ابيض يا دكتور، حبيبنا كلنا. انا محبه للبندق جدا، كلنا كل حاجتي بشربها فليفر بندق لازم. بيبقى حلو قوي، حضرتك لازم برضه تجربيه، يعني هيعجبك اكيد. اكيد حبيبتي لازم، ودي حاجه حلوه ان في ناس ما بتقدرش على طعم الجرين كوفي لوحدها. فكويس ان احنا بنديها عملنا فليفرز عشان كل الناس تقدر يعني ما تشرب. احنا مش عايزين الناس تشرب حاجه وتحس ان هي متضايقه او تشربي على بقها كانه دواء، لا احنا عايزين تشربي الحاجه وتخسي وانت متمزجه كده ومبسوطه. مبسوطه جدا من الموضوع ده على فكره. بالظبط. يعني انا عايزه استسمحك اشوف علبه السكر السيستم لو سمحتي، ابص بس فيها جنبي كده بعد اذنك انا. وطبعا ورينا بقى الانسيليوم العلبه، احنا عارفه ان دي العلبه الكبيره فيها 30 ساشت، صح كده؟ في منها علب صغيره اللي عايز يكمل، اللي عايز يجرب كده. فيها كذا يعني عبوات يعني. طب قولي لنا بقى طريقه يعني ناخدها ازاي بقى، خصوصا بالنسبه ان احنا مثلا للاطفال، لو احنا هنرشحها لطفل مثلا يا دكتور. هي هتبقى هايله جدا للاطفال، لان انا عندي الطفل هي برده يعني احنا من اكتر الحالات اللي ما بتبقاش صعبه قوي الحمد لله علينا في شركه اون تارجت فارما، بنعرف نتعامل معاها. هو انا صعب ان انا طفل انا عودته على عادات اكل سيئه بيبقى عنده شراهه، اجي مثلا احط له الطبق يلاقي مثلا اخواته او مامته وبابا بياكلوا حاجات هو مش بياكلها وانا حرماه مثلا. او كمان هو يعني نفسيا مش هيتقبل الموضوع ده، وهيبقى اكيد مش عايز يكمل، او هو كمان مش فاهم، خصوصا ان هو طفل. فاحنا بنعمل ايه؟ الانسيليوم عباره هي زي قلنا ساشيس، بتتحط على نص كوبايه ميه. هي بتبقى بتتحول بعد كده زي الماده الجيلاتينيه، بتعمل بولكينج، بتنفش بقى في المعده كويس. فدلوقتي بتشغل حجم المعده من الثلثين لثلاث ارباع الحجم، فانا بقى لي اخر ربع. هو ده بقى انا مش هاجي اقول للطفل هو مش فاهم ان انا مثلا كان بياكل طبق رز كامل قللت له النص، لا انا هحط له الرز الطبق بتاعه زي ما هو بقى قادر ياكل، هو ياكل معلقه معلقتين، هو هيحس نفسه ان انا ده انا شبعت وانا ما يبقاش في حرمان. لا وكمان ده طفل مش هينفع، الام كمان مثلا امهات كتير بيتواصلوا معانا ان اولادهم عندهم سمنه، فبيبقوا مش عارفين يتصرفوا ازاي، ولو مثلا اتبعت بقى اسلوب ان ما تاكلش كذا الطفل هيعند، مش هيبقى فاهم. وممكن نوصل بقى لحالات نفس يعني هنوصل لحاجات احنا مش عايزينها، صح؟ فلا انت هتاكل. وكمان احلى حاجه في الانسيليوم ان هو فيه ماده طعم الاناناس، فحلو طعم جدا مستصاري. يعني ممكن الاطفال يشربوا كانه عصير اصلا، يعني مش هيحس ان هو واخد دواء، يعني فكره ان هو مش دواء. انا عجبني ان هو بدون اسبرتام، ما فيهوش خالي من ماده الاسبرتام، وبدون مواد حافظه كمان اكيد طبعا. السكر، وبدون سكرين. طب يعني يعني هو ما شاء الله، بس انا بحب ايه اشوف الحاجات كده، وطبعا هنجرب اكيد بعدين يا دكتور مع بعض. اكيد ان شاء الله. طيب ده هايل. ممكن بقى هو ياخده لو احنا مثلا ولد بيروح المدرسه او كده، ولا يفضل بعد ما يرجع بقى في وجبه الغداء الرئيسيه؟
لا عادي ممكن ياخدوا لو في بقى مثلا، ما هي برضو كل حاله ده برضو وظيفتنا كفريق طبي في الشركه اون تارجت فارما، ان مثلا في حالات عايزه تخس مثلا 3 4 كيلو 10 كيلو 20 و30 وممكن توصل ل 50 كيلو. فكل حاله ليها الكورس بتاعها وليها الجرعه بتاعتها. يعني مثلا لو حد عايز يخس الدهون مش كتيره مش هديله مثلا مرتين في اليوم، ممكن تبقى مره او في فتره تثبيت الوزن برضو. يعني كورس الاناسيليوم مكمل معانا. ففي حاله مثلا زي الطفل اللي عندنا مثلا لو عنده دهون زياده ممكن اعمله له مرتين. كويس. ان برضو الصبح في المدرسه بقى النقنقه وان احنا عايزين ناكل الحاجات اللي هو محتاج بقى باور كمان عشان التركيز وعشان وفي فيتامين سي هيزود مناعته. فهيبقى مهم جدا ممكن ياخده الصبح قبل ما يروح المدرسه. ولما يرجع بقى على الوجبه الرئيسيه بتاعته هيلاقي نفسه طول اليوم هو اصلا مش عايز ياكل اصلا. يعني كويس جدا. طيب خلينا بقى ناخد الاسئله كده معاكي يا دكتور مي. طيب دلوقتي بقى انا عندي هنا حد بيقول ايه، لو حد ماشي على دايت والدنيا تمام وبعدين حصل له ثبات في الوزن فتره، هل الاناسيليا ممكن يساعده انه يكسر الثبات ده ولا بيبقى فيه كورس تاني مخصوص لكسر الثبات ده؟ في كورس تاني اكيد بيبقى كورس بقى مكثف. هي من اوحش الحاجات اللي الناس بتعملها ان هي مثلا تشوف اي نوع دايت مش مناسب لجسمها ولا لحالتها الصحيه وتبدا تعمله وفي نفس الوقت يبداوا ايه يتضايقوا ويقولوا ان احنا حصلت فتره ثبات عندنا. يعني اكتر حاجه بتضايق الناس فتره الثبات. طب احنا عايزين نشوف اصلا انت وصلت لحاله الثبات دي ليه. اكيد دايت غلط، نظام صحي مش صح، جسمك ناقصه فيتامينز وانت مش عارف. فدي بقى وظيفتنا احنا في الشركه ان احنا بنتابع مع العملاء وبنشوف هل هو مثلا ناقصه فيتامين دي فلازم لسه هو هديله. لسه السؤال اهو بيقول بقى انا عندي نقص شديد في فيتامين د وباخد علاج ليه حاليا، وعرفت ان نقص فيتامين د بيوقف الحرق طبعا، بس انا وزني زاد جدا وده مأثر على عظمي كله بالذات بعد نقص فيتامين د والكالسيوم، مش قادره اتحرك رغم ان سني صغير، ما بقتش سنها كام. نفسي في حل يريحني من الوزن الزياده ده. طبعا فيتامين د لو نقص في الجسم ده اكتر حاجه يعني بتوقف الحرق تماما، فلازم طبعا كويس ان هي بتاخد الفيتامين عشان تزود نسبه الفيتامين عندها وتزود الحرق. فاحنا دلوقتي هنديها حاجه اسمها كورس مكثف. الكورس المكثف ده بيبقى فيه اللي هي الاناسيليوم الالياف هتساعدها ان هي تحسسها بالشبع لاطول وقت ممكن، وفي نفس الوقت حاجات تزود الحرق، وبرده ان احنا نديها حاجات زي مثلا برده الانسولين في فيتامين سي ده هيزود الحرق مع فيتامين دي اللي هي بتاخده. فالكورس المكثف مع برده ممكن احط لها مورينجا، يعني في كورس مكثف ليها لازم اعلي نسبه الحرق زي مثلا الكارنتين والكافيين. المادتين دول برده لازم مهمين جدا ان انا يعني يكونوا موجودين في جسمي لان دول المسؤولين عن ان هي زياده معدل الحرق وحرق الدهون في الجسم. طيب ده هايل. في سؤال تاني بيقول عندي خمول في الغدة الدرقية وبياخد التروكسين تركيز 150، وزني زاد جدا الفترة الأخيرة ومهما أعمل دايت مش بخس، عارفة إن ده بسبب الغدة بس أكيد في حل، تنصحيني بإيه أعمله علشان أظبط وزني؟ انصحها اول حاجه ان هي تيجي تكلمنا على ارقامنا على الواتساب او تتصل بينا او تبعت لنا تتواصل معانا عن طريق البيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، ودكتور نهال حافظ خبيره التغذيه ليها البيج بتاعتها برده على الفيسبوك والاوفيشال بيج بتاعت اون تارجت فارما على الانستغرام. لازم تيجي تكلمنا على طول عشان نوصلها للحل بتاعها، وهنوصلها ان شاء الله للوزن المثالي بتاعها. وطبعا مشكله الغده ديت اكتر حاجه لما الناس اللي بتعاني من مشكله الغده بتوقف هرمونات الحرق تماما ومعدل الحرق مهما حاولت تعمل مش هتعرف تحرق. فبالتالي هنديها كورس برده مكثف مع النظام الغذائي، اغذيه حاجات تزود عندنا الحرق بالظبط، فايبرز الياف تملى المعده تحسسها بالشبع، هي نفسها تبقى حاسه ان هي مش عايزه تاكل، نديها حاجات بتزود الحرق، ندي حاجات تحسن الحاله النفسيه بتاعتها لان الحاله النفسيه عندنا دي مهمه جدا. يعني لو اي حد عنده اكتئاب هرمون الكورتيزول في الجسم بيعلى فبالتالي الحرق برضو بيقف. فانا لازم اهيئها نفسيا واخليها ريلاكس كده واطمنها ان هي معانا اكيد اكيد هتنزل. ان شاء الله هتخس وتوصل للوزن اللي هي نفسها فيه ان شاء الله. خلينا ناخد معانا نجلاء. ناخد نجلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبتي اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي اتفضلي. معاكي نجلاء. عندي 35 سنه. ايوه. كان وزني 83. ايوه.
يعني كنت يعني في الزياده برضه، يعني كنت بوصل برضه ل 85 و87، بس ما لما كنت بعمل دايت كنت بجف دايما على 83. ولما كان بيجي اعلانات على يعني على النت او على التلفزيون، انا حقيقي كنت بخاف استعملها كتير يعني. كويس. لكن اعلان سيليوم، انا سيليوم انا تابعته على النت وسالت عنه، ولما عرفت ان هو كمان طبيعي اكتر قشور الاناسيليوم، حاولت اجيبه من العطاره، بس يعني هنا عندي لما احنا ارياف ما كانش متواجد بالشكل ده. فتواصلت مع دكتوره نهال على النت ودكتوره هاله، كويس. فاخدت الاناسيليوم فعلا وعرفت مواعيده كويس. بس انا في الاول يعني كنت حاسه ان الموضوع مش زي ما بسمع عنه خالص، لكن وبعد ما جربتي بقى؟ انا والله كنت 83 حاليا، في لسه وزن نفس 77 بالظبط. ما شاء الله. يعني وكنتي ثابته على الوزن 83 ده بقالك فتره قد ايه مثلا يا نجلاء؟ لا 83 كنت في شهور كده يعني، ياه. اكتر يعني من شهور كنت دايما كل انا ممكن انزل، بس هي لحد 83. ما تنزليش بقى عنهم لا خلاص. لا لا، ممكن انا اوصل ل 90 85، لكن انزل لا، كنت ثابته على ده. بس انا اكلي زي ما هو على فكره، ما فيش حاجه عندي اتغيرت. اتغيرت. انا لا لا، بالعكس انا مبسوطه خالص بيه، ولدرجه ان انا يعني هزعل لما الكورس يخلص ومش هستعمله تاني، يعني عايزه امشي معاه على طول يعني. طب كويس جدا. في قد اشكر ايه بقى؟ خالص دكتور مي، معاكي عايزه تسالك سؤال. نجلاء ازيك، عامله ايه؟ اهلا يا دكتوره معي. الحمد لله. انا عايزه اعرف بقى نزلتي في قد ايه كده، فرحينا معاكي. بالظبط يعني في 8 ايام بالظبط. طب ما شاء الله، حلو جدا. لا بس انا كمان يعني ايه، يعني كنت باكل بالليل بطلت، لان بس انا ما بطلتش من نفسي. انا حقيقي لما اخدت الاعشاب بالليل يعني على العشاء، انا ما بي... لا ما... كانت مشكلتي كلها ان انا بجوع بالليل يعني على حبيبتي. الساعه 2 او 3. بعد ما اخدته انا ما بحسش بالجوع ده، طب الحمد لله، انت لكن لسه باكل مكمله. الحمد لله. الحمد لا لله. لسه مكمله، وان شاء الله هقول لحضرتك انا عايزه اكمل تاني علشان عايزه اوصل وتكلمينا تاني تقولي لنا وصلتي لكام بقى يا نجلة. ان شاء ان الله شاء باذن الله الله مبسوطه خالص. ولازم حبيبتي. اشكر دكتوره هاله متابعاني خالص على واتس، المتابعه كمان جميله خالص طب حقيقي، الحمد لله يا حبيبه ودكتوره قلبي. نهال حافظ وما شاء الله عليهم كلهم حقيقي هما يعني. بيتابعوا معاكي على الواتساب يا نجلاء؟ على وعلى الواتساب التليفون. وعلى وعلى التليفون التليفون. برضه. الدكتوره هاله دايما بتتصل بيا وبتبعت لي كمان على الواتس اي حاجه حاسه بيها تعبانه او كده، بتقولي لازم لها. على طول دايما طب الحمد بوصل معايا لله على طول. الحمد لله. انا شكرا بشكرك لكم لمداخلتك يا نجلاء. شكرا ليك شكرا حبيبتي، ليك، وبالتوفيق ليك ان شاء واشكرهم. الله ربنا حبيبتي. يخليك يا دكتوره، شكرا ليك، اتفضلي حبيبتي. طبعا دي حاجه جميله، هي واضح اكيد ان هي طبعا. فعلا من الناس اللي دورت. انا دورت عندي ما لقيتوش في العطار، وده الفرق اللي عايزين نقوله بقى، الفرق بين ان انا اجيبه من بره وان هو يبقى في الساشات بتاعتنا دي. الفرق ايه؟ الفرق ايه في بقى؟ سريعا بقى يا اهم دكتور. حاجه ان احنا عندنا الاناسيليوم دي من قشور بذور السيليوم هاسك، ده احنا بنستورده من الهند، اوكي. فهي دي بقى الايشو في الموضوع. طب قولي لنا بقى طرق التواصل علشان اصدقائنا لو لسه منضمين لفقره يعرفوا طرق التواصل ليكوا عن ازاي. طريق الارقام بتاعتنا اللي هتظهر على الشاشه، الواتساب او مكالمات على طول يقدروا يتواصلوا معانا. تمام. وعن طريق الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، كويس، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ ايوه خبيره التغذيه على الفيسبوك برضو، والبيج بتاعتنا اون تارجت فارما على الانستجرام. هايل جدا. احنا كده يعني ايه مظبطين كل الفئات العمريه الحمد لله. اكيد هتخسوا يعني، هتخسوا هتخسوا معانا يعني ان شاء هتخس. الله. طبعا انا بشكرك يا دكتور مي، بجد شرفتيني ونورتيني. تشرفتي. اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. شرفتيني ونورتيني. ربنا يخليك. بشكر حضراتكم متابعينا ومشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. واسمحوا لنا يعني الوقت بينتهي بسرعة، دايما يا رب نتمنى نكون عند حسن ظنكم، وأتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوف حضراتكم في حلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.